طيب دلوقتي هنعمل كيكة البرتقال اللي بالليمون لكيك شيف. الوصفة دي بجد جميلة جدا، انا لما عملتها بالاول بوصفة كانت سكرها قليل شوية ودسمها اقل، لكن لما زودت شوية الزيت وعدلت عصير البرتقال وكمية السكر بقت احلى واحلى، لدرجة بقى دوقتها من شوية دلوقتي لشوية زمايل بقى معايا هنا عجبتهم جدا. هي فعلا مميزة من كيكة يعني كيكات البرتقال المميزة جدا جدا، هتعجبكم قوي. هيبقى معانا 3 ارباع كوباية زيت، يعني 150 ملي من الزيت، 1.5 كوباية سكر، يعني 150 جرام سكر، 3 ارباع كوباية عصير برتقال، يعني 150 ملي من عصير البرتقال، معلقتين كبار عصير ليمون، معلقة كبيرة بشر برتقال ومعلقة كبيرة بشر ليمون، بيفرق جدا. 250 جرام دقيق، يعني كوبايتين دقيق. اشمعنى دي اللي كاتبينها بالجرام؟ كوبايتين، اكتبوا كوبايتين بقى يبقى زي الباقي. وربع كوباية نشا، وثلاث بيضات، دي بقى في الصفحة اللي بعدها، ثلاث بيضات ورشة ملح ونص باكو كيك شيف. والصوص بقى دي حسب الرغبة، مش لازم تعملوها، نص كوباية عصير برتقال، 4 كوباية سكر بودرة، هيبقى كتير بقى السكر بس هي الدريسنج بتاعها، بس مش لازم، الكيكة لوحدها تحفة خلاص. بس يا ريت بس تعدلوا الكوبايتين دي عشان يبقى كله بالكوبايات، ما يبقاش حاجة واحدة للجرام. نحط بقى، هنحط كل السوائل مع بعض، هنحط عصير البرتقال، الزيت، السكر، والبيض، بعد البيض نغسل ايدينا بصابون خلاص. بعد كده بقى هنحط، هنضرب بس الاول ده، هحط عليه عصير الليمون الحبة الصغيرين اللي هما معلقتين، وهنحط بشر البرتقال وبشر الليمون اللي بجد بيفرقوا جدا في الطعم. تمام. بعد كده بقى انا معايا الدقيق اهو، الدقيق هحط عليه نص باكو من كيك شيف، نحطه على الدقيق ده، نحط نص باكو على الدقيق. بعد كده نروح قافلين دايما كده، نتنيها كذا مرة عشان ما يبص معانا. بحط عليه بقى ربع كوباية النشا على الدقيق خلاص، نقلب. ونزل ورشة الملح ما ننساهاش، بس كده الكيكة خلصت. رشة الملح اهي معانا ام اسلام. طيب احنا بقى معانا قالب فاتح، انتوا تتحكموا في مقاس القالب، هو الكمية مش كبيرة يعني ممكن تاخد مقاس 24، لكن انتوا عايزينها سميكة رفيعة دي حسب الرغبة. ننزل بقى، دخلها بقى على 180، نكون مسخنين على 180 في النص. انا بس الكهرباء بحط بشغل فوق وتحت فبقلل شوية كده. وخلصنا الكيكة، عايزة اوريكم بقى الكيكة دي شكلها عامل ازاي. الكيكة دي بصوا من جوه عاملة ازاي. بصوا بقى، ويا ريت يا ولاء لو نزل وصفة ال، طيب معلش بعد الفاصل، بس انا عايزه احط العصير البرتقال، هي دي بس الوصفه كده ما فيهاش اي قصه، مع سكر بودره، ده بس عشان نعمل الدريسنج اللي هنزله فوق الكيكه، بس يعني عشان نقلل السكر ويعني مش صحي قوي، فايه مش لازم يعني، انا بس عشان ازينها لكن مش لازم خالص خالص، كفايه علينا السكر اللي جوه الكيكه اهو. بس عايزه اوريكم القوام يبقى عامل ازاي، الكريمي ده. كل انا هعمله ان انا هحطها على كيكه بالشكل ده، بس شايفين عامله ازاي، هو ده القوام المظبوط بتاعها.
تبقى عاملة كده.